أهلا بحضراتكم من جديد. أولى فقرتنا لهذا الصباح لهذا اليوم نتحدث عن اللغة العربية والاحتفال الخاص بمنظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية. طبعا ده موضوع مهم جدا لابد من الحديث عنه، طبعا في ظل يعني بكل أسف إحنا كمتحدثين للغة العربية إن هي بتتراجع اللغة العربية في مقابل اللغات الأخرى، وبنشوف الاهتمام الخارجي باللغة العربية أكتر من أصحاب هذه اللغة. ده شيء يعني مؤسف بالنسبة لنا. على أي حال من الأحوال، طبعا في احتفالية نظمتها منظمة اليونسكو، منظمة التعليم والثقافة والعلوم في باريس للعام الخامس على التوالي منذ عام 2012، وانطلقت هذه المبادرة. طبعا كل سنة بيختاروا موضوع معين من الموضوعات بيتكلموا فيه أو بيلقوا الضوء عليه بشكل كبير جدا. يمكن اللغة العربية تحتل موقع ما بين لغات العالم، كان للأسف يعني ترتيبها متأخر بعض الشيء، لكن بتتقدم لغة تلو الأخرى. طبعا هي بتتلو عدد من اللغات زي اللغة الإنجليزية الأوسع انتشارا على مستوى العالم أو رقم واحد على مستوى العالم، ثم اللغة الإسبانية طبعا طبقا لعدد المتحدثين بها، تأتي ثالثا اللغة العربية طبقا للمتحدثين، واللغة الصينية طبعا بتسبقها من حيث الانتشار. يعني عندنا موضوعات كثيرة جدا نتكلم فيها، شايفين مشكلات ومعوقات في اللغة العربية. بجد احنا مقصرين ابناء هذه اللغة، لغة الضاد، احنا نفسنا مقصرين فيها، وابتدينا نتراجع ونستخدم اللغات الأجنبية أكثر من اللغة العربية حتى في حديثنا الدارج واللغات المعتادة أو في حديثنا اليومي بنستخدم مصطلحات أجنبية، فبالتالي ان احنا بنغلب اللغات الأخرى على اللغة العربية. خلينا نتكلم عن كل ما يخص اللغة العربية مع ضيفنا الكريم دايما بنعتز بوجوده، الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مشرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، صباح الخير على حضرتك. صباح الورد. أهلا وسهلا بحضرتك. سنة أنت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. اسمح لي أن نخرج لتقرير بس ونتواصل بإذن الله في هذا الحوار. فضل. نتابع مشاهدينا الكرام. في 18 من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، تنفيذا لقرار أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وفي هذا اليوم فإن العالم العربي مطالب بالاهتمام بالنهوض باللغة العربية من النواحي كافة، وتوسيع مساحات تعليمها من خلال اعتماد الأساليب الحديثة في تبسيط طرق تدريسها والتشجيع على الإقبال على تعلمها من مختلف شرائح المجتمع، كما أنه يجب سن قوانين وطنية لحماية اللغة العربية من العبث بها والإساءة إليها وتجاوزها وتهميشها والعمل على إضعافها وإفقارها. ويرى الخبراء أنه لا بد من التوسع في استعمال اللغة العربية في جميع مراحل التعليم ومختلف تخصصاته، واعتمادها في تدريس مختلف المواد والبرامج الجامعية في الجامعات والكليات العربية، مع الاهتمام في الوقت نفسه بإتقان اللغات الأجنبية. ويؤكدون على ضرورة مطالبة المجامع اللغوية والاتحادات العلمية والمنظمات العربية وهيئات المترجمين والأكاديميين والإعلاميين بتوحيد الجهود التي تقوم بها حتى لا تتعدد مناهج التعريب وتتباين بالتالي مصادر المصطلح ووجهاته. ويشيرون إلى أن الاعتراف الدولي بالأهمية البالغة للغة العربية باعتمادها ضمن اللغات العالمية الست في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها يفرض على أهلها أن يرتفعوا بها إلى المستويات العليا من العناية والرعاية والصيانة والتطوير والتحديث والاعتزاز بها وبتراثها الإنساني الخالد. اهلا بحضراتكم جديد، وبجد ترحيبي مره اخرى بضيفنا الكريم دكتور محمد نبيل غنايم، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره. اهلا بك مره ثانيه يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، باعتبارك طبعا من كليه دار العلوم، مشافوت ان احنا قبل ما الناس تحتفل بينا نتكلم عن مشكلتنا الاول، يعني نتكلم عن مشكله اللغه العربيه. نعم. اصبح يعني ابناء هذه اللغه مقصرين في حقها. صحيح. يعني أصبحوا يتباهون إن هم بيتحدثوا لغات أخرى، حتى في الحديث اليومي الدارج أو لغتنا العامية بيخش فيها مصطلحات أجنبية أكتر من الحديث باللغة العربية، والتباخر يعني تتفاخر إن أنت وتتباهى إن أنت بتتحدث بلغة أخرى غير اللغة العربية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه مشكلة عامة على كل المستويات، سواء على مستوى التعليم العام أو على مستوى التعليم الجامعي أو على مستوى الثقافة ووزارة الثقافة أو مراكز الشباب
أو الأسواق أو خطبة الجمعة أو الدروس الدينية. هذه مشكلة عامة يرجع سببها إلى أمرين. الأمر الأول يعني قلة الاهتمام باللغة العربية، مع أن هذا محظور شرعا، بمعنى أن اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة الدين، لغة السنة النبوية. فكان الواجب بحكم أننا دولة إسلامية كما ينص الدستور أن يكون هناك الاهتمام بوعاء هذه اللغة العربية وحافظها، ألا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. الناس انصرفت كثيرا عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية ومشيت مع الموضة، وزي ما بيقولوا دايما المغلوب بيكون مفتون بتقليد الغالب. يعني بلادنا العربية مرت ولا تزال تمر إلى وقتنا الحاضر بعلاقات خارجية وأجنبية، بل وسيطرة أجنبية على بلادنا العربية. ويمكن كل المشكلات اللي موجودة الآن على مستوى الدول العربية ترجع إلى تصفيات عالمية وعلاقات دولية، وبالتالي دايما يبقى المغلوب اللي هم العرب أو المسلمين مفتونين بتقليد الغالب. الغالب ده بيتكلم باللغة الأجنبية أو باللغات الأجنبية، فيحب يعني يجامله ويتكلم معاه ويتظاهر بأنه عارف لغة أخرى، وفلان ده عنده 3 لغات وفلان ده عنده 5 لغات، كأنها أصبحت نعم التباهي والتفاخر، يعني للتفاخر والتظاهر. ده حتى دكتور بكل أسف يعني لما تشوف مثلا الحديث اللي يدور مثلا ما بين حد وآخر وليه ده أنا ابن العربي بتاعه مكسر، نوع من التباهي، يعني ده الإنجليزي بتاعه أحسن من العربي، يعني نوع من التباهي أصبح الآن أن الولد العربي بتاعه مكسر واللغة الأخرى أحسن من اللغة العربية قوية. يعني وهذه يعني مأساة، هذه مأساة، لأن التخلي عن اللغة العربية أو تكسيرها هو بمعنى آخر تخلي عن الدين وعن الواجبات الدينية وعن هويتنا وشخصيتنا العربية الإسلامية. فأي تقصير في اللغة العربية يعتبر على الجانب الآخر تقصيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بل في الإسلام وواجباته بصورة عامة. من هنا فلابد من العناية على مستوى التربية والتعليم، المناهج في التربية والتعليم تهتم باللغة العربية أكثر من ذلك، أكثر مما تهتم به الآن المدارس الخاصة، بل هناك مدارس تسمى مدارس اللغات أو المدارس اللي هي بيسموها مدارس الانترناشونال أو المدارس الدولية. اللغة العربية بالنسبة لهم لغة ثانوية، مفيش يعني لغة من اللغات اللي هي يعني خدها كده على الهامش زي ما بيقولوا يعني. وننبسط بقى لما يكون ابننا بيحل الحساب بالإنجليزي، بيحل العلوم بالإنجليزي، حفظ النظريات بالإنجليزي أو الفرنساوي أو إلى آخره، وبالتالي بتضعف اللغة العربية وتضمر حتى تكاد تتقلص ويبقى ليس لها وجود. تعال إلى مستوى آخر، مستوى الجامعات، أين اللغة العربية في كليات مثل الطب، الكليات القمة كلها، طب وصيدلة وهندسة وحاسبات وإلى آخره، فين اللغة العربية؟ مفيش. طب فين اللغة العربية في الكليات الأعلام أو الآداب أو يعني قسم من الأقسام ويمكن يعتبر قسم غير مرغوب فيه؟ برضو يا دكتور بنشوف الناس اللي في التعليم مثلا العادي، التعليم اللي هو الحكومي، يعني مستوى متدني جدا من جداً. الكتابة، يعني مستوى تشوف كتابة الواحد بيستغرب انتوا دخلتوا تعليم اصلا، يعني انتوا عديتوا على مدارس، يعني شفتوا المدارس دي، وغير كده وكده تلاقيه مثلا واحد جامعي او متخرج بيكتب اخطاء املائيه كارثيه. نعم. بكل المقاييس يعني ده في ناس لدرجه دكتور ما يميزش ان في حرف الضاد او حرف الطاء او حرف الزين وحرف الذال، ما عندوش المعلومه دي خالص. لعلك تذكر منذ بضع سنوات اجري امتحان للغه العربيه لطلاب الشهاده الاعداديه في إحدى المحافظات، وكانت النتيجة 0. يعني كيف وصل هذا التلميذ إلى الشهادة الإعدادية وهو لا يعرف الكتابة والقراءة ولا يعرف الحروف ولا يستطيع أن يكتب جملة
مستقيمة أو جملة صحيحة وصل لإعدادية، لأن النقل أوتوماتيكي وهكذا، نقل آلي من غير امتحانات أو بامتحانات لكنها هامشية، أو الأستاذ يكتب الإجابة على السبورة والطلبة يكتبوها في الكراسة أو ورقة الإجابة، يعني التعليم غايب. وبالتالي مفيش مناهج للاهتمام باللغة العربية. انزل بقى الأسواق أو الشوارع تلاقي يوفط متعددة كلها باللغات الأجنبية، صحيح، على المحلات، صحيح، وعلى الأسواق وفي في شتى المجالات، حتى المجلات، حتى في وزارة الثقافة، يعني ما فيش الاهتمام المناسب للغة العربية، ومن هنا تبدو هذه المشكلة. عارف حضرتك دكتور، ده بيسموه الاحتلال الفكري، يعني أيوة. انك تحتل دولة، مش شرط عسكريا او حاجة، الاحتلال الفكري اصعب من الاحتلال العسكري واحتلال الدولة. عندنا مثلا في بلادنا زي المغرب وتونس والجزائر، بكل اسف اللغة العربية لا ينطقها احد على أيوة. الاطلاق، اللغة الدارجة او اللغة الفرنسوية هي اللغة الغالبة، حتى العربي هو ممكن يفهمك، لكن انت بكل اسف ما تفهمش هو بيتكلم ازاي معاك. ما هو ده اللي كنا بنقول عليه من شوية، ان الاستعمار لما استولى على بلادنا فترة طويلة مئات السنين، وهو ينحي اللغة العربية جنبها. يمكن لعلك تذكر اللورد كرومر والمندوب البريطاني، المندوب السامي البريطاني أيام الملك فؤاد أو الملك فاروق وإلى آخره، ما كانش فيه لغة عربية، كان كل التعليم بالإنجليزي أو كثافته الكبرى للغة الأجنبية، واللغة العربية دي يقول لك ده خلاص دي بتاعت البلد، يعني عارفينها كده بالطبيعة بالسليقة، إنما نديله إنجليزي عشان يبقى قوي ويبقى يتعامل معانا بصورة صحيحة. ومن هنا نحية اللغة العربية، وكان الهدف منها تنحية الإسلام وتنحية القرآن وتنحية السنة النبوية، أو بعبارة أخرى إلغاء الهوية الإسلامية الإسلامية بإيه؟ بإضعاف اللغة العربية، لأن طول ما احنا أقوياء في اللغة العربية هنقدر نفهم القرآن، ونقدر نعرف أحكام القرآن، ونقدر نتعامل بلغة القرآن وهكذا، فينشط عندنا القيم الدينية والمقاومات الدينية. لكن لما ما نقدرش نتكلم باللغة العربية ولا نتعامل بيها، يبقى من باب أولى، لأن القرآن في قمة البلاغة والفصاحة. وكل أسف برضه دكتور نحن بنشوف الغير ناطقين بالعربية اللي هم المسلمين زي اندونيسيا وماليزيا، يعني بيجاهدوا عشان يتعلموا اللغة العربية عشان يتعلموا القرآن، وبكل أسف الناطقين باللغة العربية مقصرين في اللغة العربية وتعلموا لغات أخرى عشان يعني يعلوها عن اللغة العربية. ده أنت تستغرب لما تلاقي بتوع جنوب شرق آسيا، اندونيسيا وماليزيا وبروناي وتايلاند وإلى آخره، جايين على الأزهر عشان يتعلموا اللغة العربية، عشان يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا لغة القرآن، ولو شافوا واحد أزهري في بلادهم يجروا يحبوا على إيده ويبوسوا على رأسه ونحو ذلك. ليه؟ لأن ده من بلديات الأزهر، بلديات الإسلام، وبالتالي شوف مئات الألوف الوافدين المبعوثين من تلك البلاد لتعلم اللغة العربية، ونحن أهلها والسهل علينا وحفظ القرآن عندنا، ومع ذلك نتخلى عنها رويدا رويدا، ولذلك نجد المستويات المعروفة والبينة والواضحة سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم الجامعي أو التعليم فوق الجامعي أو الأسواق أو وزارة الثقافة أو في الإعلام لما أخذ يعني في التعبير وهكذا. فأين اللغة العربية، لغة الدين ولغة القرآن ولغة الدولة وهويتنا وثقافتنا وأدبنا يمكن قلت برضو في التقديم يا دكتور الخاصة بالبرنامج بتاعنا النهاردة، الله يرحمه أستاذ فاروق شوشة، الله يرحمه، الله يرحمه، يعني أثر اللغة العربية طبعا ببرنامج بسيط لغتنا العربية، كان الصغير قبل الكبير بيستفيد من اللغة العربية. نعم. كان في ناس بتحافظ على الهوية العربية. نعم. وتحافظ على اللغة العربية اللي احنا شايفين في هذه المرحلة، يعني مش عايز أكون يعني مجحف جدا في المصطلح، في تجريف. احنا عايزين بقى مدام جت سيرة المرحوم فاروق شوشة، عايزين يبقى عندنا ألف فاروق شوشة رحمة الله عليه، ألف فاروق شوشة وألف برنامج مثل لغتنا الجميلة
وطبعا مصر ولادة، مصر مش عاجزة عن أن يكون فيها 100 فاروق شوشة أو 1000 فاروق شوشة أو غيره. مجمع اللغة العربية مليء بالخبرات وبالكفاءات العلمية التي تستطيع أن تحيي تراث فاروق شوشة وتسير على خطاه في خدمة اللغة العربية. صحيح. والنهوض بها. صحيح. وبعدين عندنا الأدوات الكاملة، يعني إحنا لو جعلنا في مناهجنا محفوظات من القرآن الكريم هنصلح لغتنا ولغة أولادنا. لو جعلنا محفوظات من السنة النبوية مع فهمها طبعا هنصلح لغتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته وأوتيته جوامع الكلم اللي احنا بنقول عليها خير الكلام ما قل ودل. طيب ما احنا نحفظ السنة النبوية، نحفظ صور من القرآن الكريم. احنا كنا بنبدأ حياتنا في ايه؟ بالكتاتيب، بنحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وبالتالي لما نكبر ونوصل للمدرسة أو نوصل للتعليم العام عندنا مبادئ عظيمة والسليقة نفسها من كتر ما سمعنا كلمات صح بننطق كلمات صح من غير ما نعرف فعل وفاعل ومفعول به، بننطقها لأن سمعنا اتعود عليه. مجرد حضرتك ما تسمع كلمة تشكيلها غلط، لا في حاجة غلط، ودنك مش مستريحة، مش مبسوط، ما تعودتش تسمع الكلمة دي فعلا. ومن هنا الاهتمام بالقرآن الكريم في مناهج التعليم، والاهتمام بالسنة النبوية في مناهج التعليم، والاهتمام بكتب التراث الأدبية مثل الأغاني وصبح الأعشى وعبد القاهر الجرجاني والجاحظ البيان والتبيين والحيوان ونحو ذلك. كل هذه وسائل لدعم اللغة العربية. ليه أنا أجيب مقطوعة بسيطة كده من جريدة صحفية مثلا ويبقى ده نص؟ ما أجيب من كتب التراث لأن فيها مقومات اللغة العربية الصحيحة القوية السليمة المتعلقة بالقرآن الكريم ونحو ذلك. حتى اللغة العربية اللغة الوحيدة اللي فيها صور بلاغية وصور جميلة ومحسنات لفظية. نعم. يعني لغة لما تركز فيها فعلا من اللغات الممتعة في، نعم، في قراءتها، ولغة البيان زي ما بيقولوا. وده السر في أن اللغة العربية مستمرة من بدايتها إلى الآن بتتسع وبتتزايد وبتنهض، بينما اللغات الأخرى سنة 200-300 سنة وتنقرض. صحيح. لغة شكسبير مثلا وتنقرض وتطلع لغة جديدة وأساليب جديدة مختلفة عن اللغة السابقة، لكن اللغة العربية مستمرة طول ما القرآن الكريم مستمر موجود فعلا. وعالمية القرآن وعالمية الإسلام جعلت اللغة العربية تأخذ صفة العالمية. لا، ولغة كمان يعني كل ما يكتب فيها ينطق وكل ما ينطق يكتب، على عكس اللغات الأخرى يعني مش، نعم، فيها نوع من الدمج، الحرفين بيدوا معنى، اللغة مركبة معنى مركبة. صح، أو مهجنة يعني. نعم. لغة من اللغات المهجنة. طيب المؤسف يعني المؤسف إن إحنا نشوف الناس اللي في الخارج مهتمين بلغتنا اكتر مننا. يعني لما رئيسة منظمة اليونسكو في الاحتفال الخاص بالمنظمة تقول لما تيجي تخدموا اللغة العربية ياريت تتكلموا بها اكتر من كده عشان تعلوها في المرتبة او تخلوها متقدمة على اللغات الاخرى، لان هي بتشهد انحسار بعض الشيء. نعم. ده شيء محزن مفرح ان، نعم، احنا نشوف اهتمام دولي باللغه العربيه. ده شيء مفرح بالنسبه لنا نشوف احتفاليه على مدى 5 سنوات وان هم بيتاخدوا طبعا باللغه العربيه شعار السنه دي ان هم ازاي ينموها وازاي ينتشر اللغه العربيه. المحزن ان تيجي نصيحه من رئيسه المنظمه تقول يا جماعه اتكلموا باللغه العربيه شويه عشان اللغه العربيه في انحسار. نعم، دي حقيقه واقعه وهو ده الواقع فعلا. يعني مين اللي اخترع فكره اليوم العالمي للغه العربيه؟ مش احنا انما منظمة اليونسكو 18 ديسمبر 1973، مع ان اللغة العربية موجودة من قبل القرآن الكريم، لان القرآن الكريم لما نزل بلسان عربي مبين اخذ من اللغة العربية قوالب وجات الايات باللغة العربية، كما قال الله سبحانه وتعالى في ايات عديدة نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وده متكرر في آيات عديدة وفي صدر سور متعددة، مثلا مثل سورة هود ألف لام
راه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن هنا كان المفروض أن اللغة العربية تظل في تقدم مستمر وتصل إلى العالمية أكثر وأكثر مما هي عليه الآن، بسبب أن القرآن الكريم آخر كتاب وهو باقي إلى يوم القيامة، وهو وعاء اللغة العربية اللي حفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبحفظ الله للقرآن الكريم حفظت اللغة العربية. إذن دي وسيلة لحماية اللغة العربية والحفاظ عليها إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. لكن للأسف أهلها، أهل اللغة العربية، تخلوا عنها، وده من المؤسف إنهم بدأوا يتخلوا عنها رويدا رويدا دون أن يدروا أنهم بهذا يتخلون عن الإسلام، عن القرآن الكريم. مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن اهتمامنا باللغة العربية والنهوض بها والمحافظة عليها ومزيد من العالمية لها، إذا كانت عالمية في الأمم المتحدة نعزينها تبقى عالمية في اليابان وفي آسيا وفي استراليا وفي أفريقيا وفي كل مكان، مش بس تبقى عالمية في الأمم المتحدة. طيب، ده بيدفعنا برضه دكتور نحن نتكلم عن سفراء اللغة العربية، الأشداء في اللغة العربية، إن هم يروجوا لها دولية. نروج للغة العربية، ندخلها في نروج ليها، نعمل مراكز زي ما احنا شايفين عندنا المراكز الأجنبية، المركز البريطاني في القاهرة، المركز الأمريكي في القاهرة لتعليم اللغة الإنجليزية، المركز الأسباني لتعليم اللغة الإسبانية، المركز الكندي لتعليم اللغة الإنجليزية. كل دي مراكز بحثية قوية جدا جدا تدي اللغات الأم عن طريق أبنائها المتميزين فيها للدول دي. صحيح. احنا فين من ده؟ إحنا بعيد. هل احنا عندنا مركز مثلا بحثي في الصين بيعلم اللغه العربيه؟ هل احنا عندنا مركز مثلا في انجلترا بيعلم اللغه العربيه بهذا الدقه؟ مركز ثقافي مصري مثلا عندنا ملحقيه ثقافيه لكن بهذه القوه؟ لا. يعني وبالتالي ده امل بننشده وبنرجوه وبنسعى اليه، ان وزاره الثقافه تقوم بالمهمه دي ومعها وزاره الخارجيه لايجاد مثل هذه المراكز العلميه التي تهتم باللغة العربية وببحوثها وبتدريب الأبناء عليها، بدل ما يسعوا إلى جهات أخرى وطلبها مكسرة في بلاد أخرى، يأخذوها من منابعها الصحيحة، ويبقى لنا يعني بعثات لتدريس اللغة العربية والنهوض بها في تلك البلاد التي هي بحاجة إليها. هذا مطلب عظيم يعني نشد على يديك وعلى يدي وزارة الثقافة ووزارة الإعلام لما توجد إن شاء الله، وكل الأزهر مثلا طبعا دور كبير جدا، والجامعات المصرية وكلية دار العلوم، ودار العلوم الحقيقة لها نشاط بس محلي، ونرجو أن يتسع ويأخذ طريقه. طيب. إلى العالمية. طيب دكتور، عشان احنا قدامنا أقل من دقيقتين. نعم. الروشتة القويمة الصحيحة اللي احنا محتاجينها عشان يكون عندنا لغة عربية قويمة سديدة صحيحة، بمعنى أصح ما احنا ممكن نتعلم لغة عربية بالشكل اللي احنا بنشوفه دي مش لغة عربية، لا لا لا. أو اللي احنا المصطلحات اللي للأسف اللي هي عربت أو دخلت في اللغة العربية أو حتى المصطلحات العامية، ده شيء مؤسف ومخزي للغة العربية. الروشتة بقى تتمثل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لأن كتاب الله هو الوعاء الكبير الكامل الحافظ بحفظ الله تعالى للغة العربية، وكذلك السنة النبوية، لأنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم المختصر المفيد، وأوتيت جوامع الكلم. فلو قدرنا أن احنا نعطي مزيدا من القرآن الكريم وأساليبه وبيانه في مدارسنا، ويبقى أيضا في جامعاتنا حتى لا يحرم أبنائنا وطلاب الجامعة. والطمة الكبرى دكتور أن الدين مش من المجموع. نعم. لا في الثانوي يعني مأساة كبيرة جدا، بعد الثانوية العامة ما فيش لغة عربية خالص في كليات القمة
أو الكليات دون القمة، وبالتالي الروشتة بتاعتنا إن احنا نجعل للقرآن الكريم والسنة النبوية دور أساسي في مدارسنا وفي جامعاتنا حتى ننهض باللغة العربية. في الحين اتشرفت جدا بالحوار معاك يا دكتور، يعني شرفتنا جدا، يا رب يكون لنا صوت ولنا صدى ويتسمع، وبجد نعرف ان هويتنا ولغتنا هي اللغة العربية، نقوم ونقوم بكل شيء يخدم هذه اللغة، عشان في المقام الاول احنا بنخدم الدين ثم اللغة، وبنخدم ان احنا نظل مستمرين حتى في ترتيب على مستوى العالم. يعني شكرا إن احنا جزيلا موجودين. انا هختم بس بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل. يقول احب العربية لثلاث: لأنني عربي، ولأن لسان أهل الجنة عربي، ولأنها لغة القرآن الكريم. فعلا. فماذا نريد أكثر من هذا؟ صحيح. خير ختام يعني اللي شرفتنا بيه واللي قلته يا دكتور. شكرا جزيلا ليك، شرفتنا دكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور الهواء. شكرا لحضرتك ولكل المشاهدين. شكرا فندم. فاصل قصير ونتحول من جديد لأخبار الرياضة ثم نعود لاستديو هذا الصباح، نتابع.